الكريم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اليوم احنا كوفد من آباء الشهداء وبعض الأخوة من عوائل الشهداء وكذلك الحقوقيين والنشطاء جئنا لمنزل سماحة الشيخ محمد صالح القشعمي، وفي الحقيقة احنا نتألم لهذا الوضع الذي وصل له سماحة الشيخ وهذا الاتهام الذي لا نقبله نحن. الشيخ معروف عنا بتقواه وبورعه، والآن يزج به في تهمة إرهابية، ولا أعتقد بأن أحد يتقبل هذا الوضع لسماحة الشيخ. جئنا جميعا لنعبر عن تضامننا التام مع سماحة الشيخ وابنه وابنته، وفعلا نحن نتألم، يعني ليست فقط هي زيارة لنتضامن، وإنما نتألم لهذا الواقع المؤلم جدا، ونطالب بالإفراج عن سماحة الشيخ وابنه وابنته، وكما نطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين، وأن يعم الأمن والأمان. عندما نشهر بالنساء بهذه الطريقة وأنهم حذفت صيغة للأسف الشديد في اعتقال سماحة الشيخ محمد صالح وابنه أبو الفضل وابنته أميرة وباقي النساء ومن تم التشهير بهم عبر القنوات وعبر الصحف، حذفت المصوغة القانونية والمصوغة الحقوقية المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وللأسف الشديد هذه حذفت وتم التشهير بالمتهمين. أشكر هذا الوفد الرفيع والعالي على هذا الحضور وهذا التضامن الذي من شأنه رفع المعنويات لدى أسر المعتقلين، والذي يمثل الشعب وخصوصا وهو وفد خليط من آباء الشهداء ومن الحقوقيين ومن الناس والشعب. هذا التضامن من شأنه أن يصبرنا وأن يلهمنا الكثير من معاني الإنسانية ومعاني الأخلاق، ولا يسعني في هذه الدقائق إلا أن أقول شكرا لكم، شكرا جزيلا لكم. فليس من المستغرب على أمثالكم من قدموا أغلى وأنفس ما يملكه الإنسان وهو ثمرة القلب وهو الإبن أن يقدم هذا التضامن. شكرا لكم مرة أخرى، ونجتمع إن شاء الله في المسرات. الله ينجيهم ويحفظهم.